فالزلمه ما يقول لك نحن بنربط لك فلان الفلاني، لكن انت بس ادفع ولا جيب لنا ديك اسود وما بعرف وعتود عاق بوالديه وما بعرف وجداده كذا والى اخره، ومرات يقول لك اشياء جيب لنا دم كذا ضنب فار ودم ضب انت ذاته، ومرات يذكر لك اشياء ما بتقدر تجيبها، تقول لا هذه جيبوها كيف؟ تقول له يقول لك ما تدفع، عندنا ناس بيجيبوها وداري عندنا ناس بيجيبوها وشيل القروش يلمها، والله الذي لا اله غيره، ياكلوا السحت وياكلوا المال الحرام ويلعبوا بعقول الامه، والناس تشوفهم من كبار اولياء الله الصالحين. ايوه اخونا الشيخ احمد الله يحفظه فذكر عن بلة الغايب انه قال حكومة الانقاذ يعني عمره 31 سنة واربع شهور، اربع شهور دي طبعا ما من المونتاج ساي عشان الشغلة الزول يصدقها هاي، وده زول كذاب في النهاية، مش سنة دي بنصبر نشوفها، ولو حصل ما دليل عليه صدقه، لأنه قبل كده قال أشياء وادعى علم الغيب وكذب فيها. هسي كأس العالم الفات قال كأس العالم بتغلب فيه البرازيل وبتشيل كأس العالم. واحد قال لي البرازيل طقوها كم؟ سبعة ولا كم مرة؟ عشان كذا يمنعوا أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، المهم مغلوبة. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله قال في رياض الصالحين قال قد يصدق أحيانا للحديث، يعني يقول كلمة وتحصل لكن يكذب معها مئة كذبة، قال وقد يكذب أحيانا، قال ومن ذلك أن مسيلمة الكذاب أتي به لبئر، البئر قال مويته بدأت تخف، جابوا له مسيلمة قال له أنت نبي وخذ يدك كذا في البئر دي عشان الموية تمرق له، قال فوضع يده فغارت في الأرض فلم يخرج منها شيء، غتزت الموية مرة واحدة. وده زول غريب جدا، ونسأل الله العافية. والنازل عندهم أساليب طبعا بعاين كذي، لقى الثورة قوية وحسبها كذي وكذا وكذا، معناها الشغلة دي بتنقلب معناها إلى آخره وكذا، ممكن يديك كلام زي ده، وقد يحصل وقد لا يحصل، لكن يكفي أن الله تعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وده زول مجرم يا أخي، بل ده البل الغايب ده، احنا والله ماشيين على الحرم، واحد سايق عربيه سعودي اسمه طلال، انا ود الناير ده، بعدين قال لنا عندكم في السودان شيخ دجال خالي بيمشي له كل سنه، قال بيشيل له 8 موبايلات كبيره بيشيل له سوداني، والزول ده بقول بيشفيه وليه اسي خالي مشلول ما قادر يقوم وكل سنه بيمشي له، قلنا ليه اسمه منو؟ قال والله نسيت اني اتصل بناس البيت، اتصل قال له اسمه بلا الغايب، انا عرفت الزول ده بالي من السودان مرقى لما لخبط برا ذاته، نسال الله العافيه. والناس يا جماعه ناس الله بيبتليهم ابتلاءات عجيبه جدا، واحد فيهم بده قال بيشفي، الله ابتلاه في بيته بعرفه باسمه الرجل ده وبعرف بيته، الله ابتلى في بيته بقت عن خلاف اليد والرجل اتشمطا كده، ودا مصر ما نجح، ودا كذا محل ما يوديها، وبي دجلوا ما قدر يعالجها لليل، وده ذاته جابوه في موضوع، ده ذاته اللي عنده بيته دي جابوه في موضوع قال لهم جيبوا جنجدادة بيضة، جابوا البيضة قصتهم مع الجنجداد والسواسيب شنو ما بعرف، جابوا البيضة قال كسر عليهم طلع عليهم جنزير، والذي رفع السماء ما زول ساحر، سحروا اعين الناس واسترهبوهم، طلع جنزير من جوا البيضه، يعني السوسيه انقلب شنو؟ جنزير، قال لهم التجار دير رابط زول الا تجيبوا خروف السن من الشعب هنا، هم فيهم بدل جميعها، تجيبوا خروف يذبحوه الرابط ده بيتفك كله، جابوا خروف ذبحوه لقطوا الدم ودوه ما بعرف، ناس غريبين يا جماعه، زول ما يصدق يعني شغل كهانه وشغل
دجل وشغل أشياء زي دي. زول يكون يترفع عن هذه الأمور بعقيدته السليمة في الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله العراف، وده التعريف يا جماعة اللي بيجمع الناس زي كلهم، قال اسم للكاهن والمنجم، المنجم الذي يدعي أن هذه النجوم لها تأثير في تدبير شؤون الخلق. قال اسم للكاهن والمنجم والرمال، تاع الرمل ذاك اللي بيكتب ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فالزول يا جماعة إذا ادعى علم الغيب، سواء سمي كاهنا أو عرافا أو رمالا أو منجما أو إلى آخره، فليعلم أنه كذاب وأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وأنه من رؤوس الطواغيت الخمسة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. طيب، قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. وهذا الأثر ضعيف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن. أما الموقوف صححه بعض أهل العلم وذكروه في مصنفات كابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، أخرجه قال عبد الرزاق في مصنفه، أنا قلت ابن أبي شيبة. طيب، قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد قال عبد الرحمن بن حسن هي هذه الحروف الهجائية أبا جاء إلى آخره. قال فإن كانوا يستعملونها للدجل فهذا محرم، وإن كانوا يستعملونها لربط الكلمات وللتعليم فهذا هو الذي أباحه الله تعالى. يعني بيقولوا الكلمات دي أو الحروف دي وبأساليب معينة، وأحيانا يستخدمون الأرقام، يستخدمون الأرقام وهذا مشاهد، ومرات تلقاهم في بعض الكتابات في الأحجبة والتمايم اكتبوا الكلمة ناقصة، إنا أعطيناك الكو، وقف هنا ما بتم الكلمة، ويذكر أحيانا أسماء بعض الملائكة وبعض الرسل، اكتب لك جبريل عليه السلام بجنب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي النص يعمل لك نجمة، وبالجمات يعمل لك قمر قمراء، ومرات كلمات يعني لا تفهم، وفي نص الدائرة يكتب لك الزول المسحور أو الزول الدائرين يحفظوه بزعمهم هم إلى آخره. ده كله يا جماعة من أساليب هؤلاء الدجالين والسحرة، والليل عندهم أساليب كثيرة جدا، عشان كذا الزول ما يستغرب اللي بيقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما بيتعجب لما نمشي لواحد من الدجالين ديل اللي بيدعوا الصلاح، لما انت تشوف الإبريق جاي جاري له ينقز ما بتقول دي كرامة، ولا تشوف سباتة طائرة، ولا واحد والله سمعته بأذاني قال مشينا لواحد قال ده أنا قاعدين الصينية بتاعت الشاي جات برا قال طائرة في الجو برا وده في ساحة هو هنا انت ما جايب كذا قراية الكرسي ما تكشح فيك الشاي ده. قال الصينية جاية ماشية برا بال لك أسامة اشرب وفلان اشرب. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفرقان قال ومن أعمال هؤلاء الشياطين أنهم يدخل الواحد منهم في طائر في عصفور فيتكلم هذا العصفور فيسمعه من يعتقد فيه. قال ويذهب أحدهم إلى القبور إلى قبور بعض من ينسبونهم إلى الصلاح. قال فيأتي ذلك المعتقد فيه فيخاطبه هذا من جهة القبر فيذهب فيقول كلمني الشيخ، وأحيانا يظهر في صورته فيقول رأيت الشيخ يخرج من القبر. دي كلها من أساليبه،
شكي لما تلقى لك درويش مهجوم تلقى مهجوم خايف يقول لك والله شفته بعيني الشيخ ده والله شفته القبة دي مفتوحة فجأة كده أنا قاعد جنبه فجأة الشيخ ده مرق ولابس أبيض وكرعده المنورات منورات يقول لي نور ولا يقول لك بالليل بين صاحي ونايم أنا شفته أنت ما تقول له ما شفته لأنه الشيطان مرات شنو بيتمثل ودي من الأساليب التي يضل بها من يضل من عباد الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يذهب إلى هؤلاء الناس راحت منك شيء بس افتح بلاغ وأدعو الله جاء خلاص الشيء راح ما جاء خلاص ما جاء الله بعوضك يا بعدين في آخرة بعدين الإنسان يبتلى في أشياء بتنقص من حياتك دي تدار حياتي استمر طوالي بس ساكن كويس وماكل كويس وراكب كويس وأي شيء تمام ما الله يبتليك بالنقص ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وشنو ونقص عندما يبتلى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين مش اللي بيمشوا للدجالين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ده لهم ثلاثة فوائد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.